سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماح السيد أبو علي، بشرونا عنكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياك الله، والله أنا من مصر وصديق معكم، وأحببنا نسلم عليكم. الله يسلمك ويحفظك. منو؟ أمين. أنا اسمي رامي عيسى من مصر. أنت سيد حيدر؟ لا، أنا محب للسيد حيدر. يا الله، ننشر مقاطع. سيد حيدر منو يا سيد؟ وين بنجف؟ لا، كربلاء. والله أحببنا نخبركم في أمر يا سيد أبو علي. بل تفضل بخدمتك. من هو أول مرجع بعد غيبة الإمام؟ الحمد لله. أنت طالب من منو طالبه؟ أنا طالبك يا شيخ أبو علي، وبسألك مين أول مين اللي اخترع عقيدة التقليد؟ لأن الحوزة المولوية بيخبروني إن ما في دليل على التقليد، فقلت أتصل بالسيد أبو علي يقول لي إيه هو دليل الأصولية على أخذ مرجع أو الولي الفقيه أو التقليد. اتفضل. أنت طالب سيد حسين؟ لا، أنا طالبك أنت، طالبك أنت. أجبني شيخ، إيه هو الدليل على التقليد؟ أنا شخصياً. نعم، إيه هو الدليل على التقليد عليك؟ إحنا في مصر هنا وعايزين دليل على التقليد. سيدنا حبيبي، الصوت مو واضح، الله يخليك، الصوت كلش مو واضح، بيخرخشة، قوة جاي افتهمه. طيب أنا بقول لك أنت أنا أنت اسمعني مرة خصدك، إنترنت عندك؟ إيش؟ انترنت عندك؟ ما انا بكلمك على الانترنت الان، انا بسالك بس الصوت تمام. بسالك هل يوجد دليل على التقليد؟ بس مره خصك انا ما جبت من الكلام، انت دقيت رقم الاثير؟ لا يا شيخ علي، انا دقيت على ابو غالبي، انت صديق معي على صفحه الفيس، وسالتك هل يوجد دليل على جواز التقليد؟ بس ما رخصتك لا ابقى شويه. لا ايه يا شيخ، بس من رخصتك ما باخدش اجابه. انتم ما هو دليلكم على الحوزه المولويه يعني فضحت موضوع التقليد؟ المدرسه الاخباريه فضحت موضوع التقليد، ايه هو دليلك على جواز تقليد واحد زي السيستاني او الولي الفقيه؟ مرشد وين؟ تقليد، انت بتقلد السيد السيستاني؟ حبيبي الله يخليك، خابرني على الانترنت دز لي بصمه ما جبت يا عم. بصمه ايه بس يا عم؟ الصوت واضح يا شيخ. بطلوا الحركات دي يا شيخ ابو علي، يا شيخ ابو علي بطلوا الحركات دي. ما هو الدليل على التقليد يا شيخ ابو علي؟ تفتي منك بس على كيفك، على كيفك. انت دقيت اثير طالب سيد حسين؟ شيخ ابو علي انا بس عايز اوضح لك حاجه، انا اسمي رامي عيسى. انت مخابر على من؟ انت على من خابرت؟ هقول لك انا مخابر على مين. انا اسمي رامي عيسى، وانت الان في برنامج مباشر يستمع اليك السنه والشيعه. الان في برنامج مباشر يستمع اليك السنه والشيعه، ولو تهربت من الاجابه سيعلم الشيعه ببطلان هذا المعتقد. ما هو دليلك على جواز التقليد من رخصتك؟ افا سكر الخط ورب الكعبه الان. عرفتوا ان كان سمع وكان بيشتغلكم؟ عرفتوا ان كان سمع شغل معممين، حركات اطفال صغار. انت من رخصتك، من رخصتك، انت طالب الشيخ اثير، من رخصتك، من رخصتك، وش في المايك، من رخصتك، من رخصتك، انا مش سامع شيء. ما في دليل على التقليد. جعلتم عوام الشيعه يتركون العتره ليه ويتمسكوا بالمراجع؟ يا عابد المراجع، انتم عابد المراجع، والمدرسة الاخبارية الشيعية الاثني عشرية الرافضية فضحتكم، والحوزة المولوية الان في النجف فضحتكم. انتم تقلدون المراجع ام تعبدون المراجع؟ لان الحوزة المولوية بتقول انكم عابد المراجع، ولا يوجد عندهم دليل ايها الاكارم على جواز تقليد المرجع. كان معكم شيخ الشيعة المسمى بابو علي. ايها الشيعي العقيدي.